نحن مسؤوليتنا حماية المتظاهرين من انه يعبروا مهما اسوا بالتعبير دون استعمال تعابير غير اخلاقية لا بحق العسكريين ولا بحق الافراد، ولكن اذا حقالوا بحق السياسيين فما حدا حيحاسبهم، بس اذا شتم العسكريين بوجههم ما بعتقد انه هذا العسكري جبل مضطر يتحمل الشتايم اللي تتعلق بعرضه وبعائلته وبشخصه وبشرفه وبكرامه. نحن نحافظ ومسؤولين ومعنيين بالحفاظ على حق التعبير السلمي بكل وسائل، وما رح نتخلى عن هذه المهمة، وبعتقد أثبتنا لولا يوم وحادثة انه نحن حريصين على هذا المبدأ. والدليل انه اذا بدنا نحكي عن 9 ايام من تظاهر او عشرة ايام عدد الاصابات محدود جدا، عدد الموقوفين محدود جدا، ما في اي مظهر من مظاهر التسلط اللي يعني مشهورين فيه بالمنطقة العربية، ولا عنا يعني تعذيب، ولا عنا اخطاء، ايه نعم مثلنا مثل غيرنا من البشر، بس دايما عم نركض لنعالج هذا الخطا ونوقفه عند حده وما يصير في اي تمادي بهذه المساله. هلا عمليا اللي حارجع ليوم 22 حتى يعني انتم كلكم حسب وعدي انا ايضا، بانه انا ححدد يوم باثنين شو صار ب 22. انا قلت قبل انه نعم صار هناك افراط استعمال القوه يوم 22، ولكن هذا الافراط له مسببات ومبررات تتعلق بالساحه اللي صارت فيها الامور. كان واضح انه في قوى عسكريه واقفه على الشريط الشائك، وإذا تراجعت للخلف توقع على الشريط وبتخزق جسمها، وإذا قربت لقدام بتصير على تماس مع المتظاهرين اللي كان عندهم استعداد إنه يعملوا كل أعمال الشغب وكل الأعمال للاستفزاز. بس بكل الأحوال عمليا صار في إفراط القوة، استعمل الرصاص المطاطي عن قرب، وكلكم حضرتوا طبعا انه رميت قنابل مسيلة للدموع. بس انا عم شوف على التلفزيون كل الوقت ناشطين، يفترض انه من الجزء المطلبي اللي بيعبر عن رأي الشعب اللبناني بيقول كل الوقت اطلاق النار على المتظاهرين. انا ما شفت لا متظاهر ولا عسكري أصيب بإطلاق النار. وين أطلق النار على المتظاهرين؟ أطلق النار بالهواء صحيح، بس أطلق النار على متظاهر وما عرفوا يسيبوه من بين الآلاف اللي كانت مجمعة؟ لأنه إطلاق النار على الشخص يفترض القدرة على إصابته، ما أصيب ولا مدني بأي طلقة حية طوال العشرة أيام الماضية ولن يصاب أحد. إطلاق النار بالهواء نعم، تم 3 قوى حددتهم سابقا بذات الوقت، والفيديوهات موجوده كلكم شفتوها. وتقرير الصليب الاحمر بيقول انهارا انه في 22 من قوى الامن انتقلوا للمستشفيات للمعالجه و58 متظاهر. وفي عنصر المفاجاه كان بالهجوم على العسكريين اللي مصطفين امام الاسلاك الشائكه وقدرتهم على المقاومه منفردين. في عسكريين اكثر من لازم اطلقوا النار بالهواء وانضموا لهم محاوله ليحمون من انه يرجعوا يوقعوا على الاسلاك الشائكه. بكل الاحوال انا ما عم دافع عن هذا الموضوع، عم بحكي وقائع. كلفت بوقتها المفتش العام بقوى الامن الداخلي يعمل تحقيق مسلكي، والقضاء العسكري بطبيعه دوره قام بتحقيق قضائي شامل ومفصل. هلا عم في ناس قالوا انه تاخرنا كثير،
بإعلان النتائج. أنا بدي أقول لكم أنه تقرير المفتش العام الجدي بس 78 صفحة مطبوعة، سمع ل 65 شاهد مدني وعسكري من كل اللي كانوا موجودين، واستمع لبعض الجرحى بالمستشفيات بلحظة وقوع الحادث، وبعد التداول مع مدير عام قوى الأمن الداخلي تقرر تحويل ضابطين على المجلس التأديبي وست عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف بشكل تلقائي دون العودة إلى رؤسائهم، وتوجيه تأنيب إلى الضباط لتركهم وسائل اتصالهم بمكاتبهم وما حملوا على الموقع. وأنا هون بدي أقول أنه بالمرة الماضية أخطأت أنا بالتواريخ وبالواقع. شرطة بيروت وقيادة قوى الأمن الداخلي وبيروت كلها وسائل الاتصال متوفرة فيها عبر بيسموه تترا، اللي هو فعلا يعني تترا، هو مش اسلوب، هو نظام اتصال ساري المفعول فقط ببيروت وبمواقع محددة. وهذا الامر انعمل بعد 2000 وبدأ بال 2008 واستمر بال 2010 وأكمل بال 2015 التوقيع مع الجهة الأمريكية الواهبة على أنه يعملوا مشروع لكل لبنان. بدأوا في المرحلة الأولى منه بدها سنة أو أقل 10 أشهر لتخلص، اللي هي بتغطي بيروت وجبل لبنان، والمراحل الثانية لتغطي كل لبنان كما كان سابقا قبل الحرب. وأنا غلطت مرة الماضي قلت 2008، الحقيقة الاتفاق اللي صار مع شركة اسمها تتروكالين سنة 2000، والنظام اللي انشرى بهداك الوقت تعطل بسرعة وكان قديم وما له قطع غيار، فمشان هيك ما عاد في قدرة مثل السابق على الاتصال بكل لبنان. يعني ما في شبكة اتصال لكل قوى الأمن الداخلي في لبنان الآن بسبب هذا الاتفاق القديم، ويجري العمل الآن على مع الواهب الأمريكي على تمديد وتنفيذ شبكة اتصالات. يعني أنا أخطأت المرة الماضية الحقيقة بالتاريخ لأنه هو 2000 مش 2008. الخطأ الثاني أني سميت تترا اللي هو نظام مش آلة، يعني مش جهاز اتصال. التترا هي اللي عم بنشغل عليها الآن، فبتكون ما تلخزوني على قلة خبرتي التقنية بهذا المساء. فعمليا هذا اللي تم بحقهم. وأما بشأن المدنيين فالنيابة العامة العسكرية راحت زارت الموقوفين المدنيين بكل المخافر بشكل مفاجئ حتى ما يصير في أي يعني استباق لوصولها، وعم بيقوم بهالشيء القاضي هاني حجار. وفي بأحداث 22 عدد موقوف، يعني كان في عدد موقوفين تجاوز 100 اللي باقيين موقوفين حتى الآن بس 18، في منهم
ناس قصة، في منهم واحد سوري وواحد سوداني مثل ما قلت المرة الماضية فقط، يعني مش انه مشاركة عربية بس هولي من غير الجنسية اللبنانية. والقصة بعضهم ثبت انه متعاطي للمخدرات، ثبت بشكل قاطع على 4، وما عدنا تابعنا الامر اذا تتذكروا، وقفنا الفحوصات وقتها لانه يعني اخذ الطبيعه بوقتها مزعجي مش وكله تحول على المحكمه العسكريه لياخذوا الاجراءات بحقهم اللي هي بتناسب في بالقانون نصوص تتعلق بمحاكمه اللي تحت ال 18 سنه و يعني بشكل مخفف او بشكل خاص بحيث انك تحميه اكثر ما انك يعني تسبب له بعقوبه فقط. هذه الوقائع اللي عندي عن يوم 22. هتسالوني عن امبارح ما رح جاوب لسببين. السبب الاول انه لازم ينعمل تحقيق جدي، وفي عشرات الاشخاص لازم ينسالوا بدقه لانه هيدي مسؤوليه وهذا سلك عسكري. على كل شفتوا كل يعني 90% من المشاهد كانت على التلفزيونات، ما انا محتاج الى يعني، ولكن المسؤوليه بتفترض مراجعه كل المشاهد وكل الصور والتصرف على اساسها. الامر الثالث اللي بدي احكي عنه حقيقه شوي له علاقه بالسياسه. مع احترامي وتقديري للقوى السياسيه اللي يعني عم تعلن انها تريد ان تتظاهر، وانه هيدي العناوين المطلبيه هيدي عناوينهم، بدي اقول انه كل القوى السياسيه المشاركه في الحكومه تقدر تقول عن حق او عن باطل بانه عندها مشاريع والجهه الاخرى منعتها من التنفيذ. فلان جهه الفلانيه ما راح اسمي، بس كل جهه سياسيه على الطاوله قادره تقول انه عندها مشاريع طالبت بتنفيذها وجهه سياسيه اخرى داخل الحكومه منعتها من تنفيذها. فحقيقه بين انك تكون مشارك بالحكومه وبين انك انت موافق على المشاركه بالحوار، طيب كيف ممكن هذا الشيء يتم وبذات الوقت تدعي للتظاهر؟ طيب تظاهر ضد مين؟ يعني بوجه مين هذا التظاهر؟ للتاكيد على ماذا؟ اذا كان للتاكيد على الحشد الشعبي نحن موافقين سلف، ما في لزوم حدا يعمل استعراض يأكد فيها حجم الشعب. نحن موافقين مسبقا انه هو هذه الجهة تمثل وعندها حشد شعبي وعندها قدرة. اما هذا امتحان الشارع كل يوم بوجه لا احد، انا ما بشوف انه في حكمة ولا بشوف في فعلا انصاف، لانه كمان انت عم تقول للاخرين انه انا يعني كل واحد منكم ينزل يستعرض قوته ويشوف قديش بيقدر ينزل على الشارع ويعدد المشاريع اللي قام فيها واللي قوة سياسية اخرى منعته من تنفيذها. هذا اللي عندي اقوله اليوم، وبعتقد اذا في رسالة سياسية بيسمحوا لي فيها المتظاهرين المطلبيين، انه بنظام مثل النظام اللبناني الطريقة الوحيدة للوصول لنتيجة بالتغيير هو انتخاب رئيس جمهورية ووضع قانون انتخابي جديد. ما في شيء بينتج دولة ولا في شيء بحقق مطالب ولا في شيء بيوصل لنتيجة غير الصراع السياسي حول قانون انتخابي جديد. أي كلام آخر هو تعريض للممتلكات العامة والخاصة وإثارة الفوضى. وبصدق عم لكم للمتظاهرين، هيدا الكلام ما بيوصل لنتيجة. اللي بيوصل لنتيجة هو انتخاب رئيس
ظهروا من أجل انتخاب رئيس، ظهروا من أجل وضع قانون انتخابي، لأنه القانون الانتخابي هو اللي بينتج سلطة بتحقق الكهرباء وبتحقق حل مشكلة النفايات وبتحقق المي وبتحقق كل حاجات المواطنين. كلمة أخيرة، قوى الأمن منكن وإلكن، ما تتعرضون، هن بيحفظوكن وبيحفظوا الأمن للبلد وبيحفظوا حقكن بالتظاهر. أنا حأخذ بس ثلاث أسئلة. تفضل. سابقا انه خلف هؤلاء المتظاهرين جهات خارجيه، فسر كلمتك انك تقصد دوله قطر، من هي الجهات الخارجيه؟ قطر، امريكا، ايران؟ اولا انا ما قلت خلف المتظاهرين ولا قلت، لو سمحتي، انا قلت بالنص الحرفي انه وراء اعمال الشغب، وراء المشاغبين المتظاهرين وراهم مطالبهم. أنا قلت وراء حركة الشغب الموجودة في دولة عربية، لا سميت قطر وما رح سمي أي دولة للآن إلا ما أكون متأكد من اللي عم أقوله. أنا بصدد البحث والتدقيق في هذا الأمر. لا لا لا، أنا في فرق بين التأكد من الحدث ومن الجهة، في فرق بين الحدث وبين الجهة. أنا ما رح سمي قبل ما أكون متأكد 100% من، لأنه هذه مسؤولية، ما بيجوز الواحد يسمي يعني دون أن يكون متأكد 100%، لأنه التسمية تفترض أنه تترك أثر على العلاقات اللبنانية مع هاي الدولة أو غير الدولة، ولبنان حريص على علاقاته العربية وحريص أنه يحفظ يعني مصالحه ويحفظ هالود وهالتضامن اللي تظهر الدول العربية تجاه لبنان. لذلك أنا دقيق بهذا الموضوع، لما بكون عندي معطيات نهائية ما رح أتردد إني أعلن. تفضل. وزير، عم تتعاملوا مع التظاهرات وكأنها صارت أمر واقع، يعني وفي الايام جايه والتظاهرات جايه، ويبدو انه الجمعيات والتحركات عم بلشت تتوحد لتوحد شعارها وتوحد مسارها. شو الاحتمالات الموجوده قدامكم؟ هل نحن فعلا امام فوضى خلاقه من اجل الوصول يعني او انقلاب؟ وهالشيء ما بيعملكم شوي؟ انا ما بوافق. انتم ما دعمتوا الثوره بسوريا، سميتوها ثوره بسوريا يعني، واليوم وقعنا بنفس المحل انه شفنا كيف. مين نحن؟ الدولة اللبنانية؟ يعني الدولة شفنا كيف عم تنزل الناس. الدولة يعني اللبنانية ما سمت الوضع بسوريا. عم ينحكى بربيع لبناني. هذا له علاقة بالكلام اللي عم ينشر وسائل الإعلام. أنا ماني شايف ربيع لبناني بدون انتخاب رئيس وبدون قانون انتخابات جديد. أي كلام تاني لا بيجيب ربيع ولا بيجيب ورد. بعد سؤال وزير، بس هل صحيح ان وزارة الداخلية يعني تعتب او ترى في بعض التغطية الصحفية او تحريض بعض وسائل الاعلام على القوى الامنية؟ يعني قلت انت انه 191 عسكري انصاب، ما سمعنا كلمة لا من المتظاهرين ولا من وسائل الاعلامية انه هالعسكريين انصابوا. هل واضح انه التركيز على انه العسكريين هن الشياطين والمشاغبين، انا ما بدي اقول المتظاهرين، المشاغبين هن القديسين، نظريه شائعه بكل وسائل الاعلام، مش بوسيله دون اخرى، بنسب مختلفه، هون اكثر هون اقل هون، ولكن انا متاكد انه حق قوى الامن بالدفاع عن نفسها مش محفوظ بوسائل الاعلام. انا ما عم بقول في وسائل الاعلام اعطتها بعض الحق، ولكن في نقص كبير، مثل ما بتخصص ساعات وساعات لآخرين، حق هو الأمن أن يكون عنده تغطية إعلامية وسياسية إذا كان بدك إياها تقوم بدورة. وهي في تجربة غير يوم السبت 22، من 23 ل 29 ما صار أي شيء يذكر، صار إشكالات صار بس ما صار أي شيء يذكر. فهذه قوى الأمن اللي بقيت 8 أيام حافظة على بطن جأشة وعلى أمن المتظاهرين وعلى أمن اللبنانيين،
تستاهل انه تنعطى حقها. بيوم 22 صار لغط له علاقه بمساله اطلاق النار، يعني هناك من قال قوى الامن اطلقت النار، هناك كمان من قال بانه حرس او شرطه مجلس النواب والجيش اللي كانوا موجودين عند مجلس النواب هن كمان من اطلقوا النار. وزير الداخليه بسام قال بشكل واضح سابقا ولاحقا بانه تم اطلاق النار من الهواء من ثلاث قوى، وكان واضح هذا الكلام، ما في لغط ولا في اقاويل. شمل هذا الموضوع ثلاث قوى؟ طبعاً وهذا امر مؤكد. رغم انه مجلس النواب مش الشرطه اللي اطلقوا النار، هن الحرس الخارجي، حرس الخارجي هن عندهم ثلاث اجهزه، الحرس الخارجي هو اللي اطلق النار بالهواء. بالهواء في فيلم عن هذا الموضوع؟ معالي الوزير سؤال، شيء اللي اخذته توصيف ميداني بالحرس اللي صار؟ في ناس عفويين حقهم طبعا يعبروا، في ناس عم يستغلوا بس تبين انه وزاره الداخليه متروكه لوحدها وكانه ما في حكومه. بمعنى اخر قوى الامن والجيش عم يستنزف، قوى الامن الداخلي بحاله استنفار دائم. في شيء اسمه الامن الاجتماعي، الحكومه عم تتجاهل هالشيء لانه الامن الاجتماعي جزء اساسي انا برايي بيريح الارض، وبهيدا كمان بيريح قوى الامن اللي هي 24 ساعه واقفه. وانا مع اللي قلته انه عم يتعرضوا من بعض المشاغبين لاهانات وشتائم، وفي شتائم اخجل انه واحد يحكي عنها، بس الدوله غايبه كانه وزير الداخليه متروك لوحده. شكرا.